معارك إعادة السيطرة أو محاولة استعادة المناطق المفقودة، هكذا وصفت مؤخرا بعد هجمات عديدة. قال الجيش إن الميليشيا شنتها باتجاه عدد من المواقع المحررة في تعز. معارك يخوض فيها الجيش الوطني مع الميليشيا نزالا عنيفا لإفقاد الخصم قدرته على توسيع مساحة الوصول في كل من مقبنة غرب تعز ومواقع في المناطق الشرقية. في جديد المعارك وجديد الواقع الميداني، قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من مقاتلي الميليشيا أثناء محاولتهم التسلل إلى معسكر الدفاع الجوي غرب مدينة تعز. المواجهات التي تعود بين الحين والآخر ومحاولة التسلل صوب مناطق الجيش اعتبرها عسكريون محاولة من الميليشيا لاستغلال المعارك التي تندلع في الجبهة الشرقية من المدينة، وذلك لخلق واقع استنزاف أو تشتيت للقوى على أرض المعركة. الاشتباكات التي اشتعلت بين الطرفين أتت عقب هجوم استمر لثلاث ساعات تمكن فيها أفراد الجيش من إفشال الهجوم وإجبار الحوثيين على الانسحاب حسب تصريحات لقيادات في الجيش. هذه المواجهات وإن كانت قد انتهت بواقع تراجع كبير للميليشيا، إلا أنها لم تمنعهم من معاودة قصف المدنيين والأحياء السكنية. تعود معارك النفس الطويل إذن لتفرض واقعها على الأرض في تعز وعدد من الجبهات الأخرى، وفيما تتسع دائرة المواجهات في أكثر من نطاق ما تزال ملامح الحسم غير واضحة حتى الآن.